شو المياه؟ تقومين من الغرفة تكملين نومتك على القنفة؟ قنفة أمي وردة حافظ عليها. قنفة أمك هي موطتنا ياها. من جتي شافت ياهلي يجي يقعد على القنفة قالت أريدها. أدري أقول لك شوي شنو قيمتها؟ هسه إذا منت بيها ننطيها فلوسها ونخلص. غايب أنت تعرف أمي كلش تحبك. قالت أريد أشوف غايب إذا أطلب من عنده شيء قدرني. قلت لها رجلي قدها وقدود. ترى كلش كبرت الموضوع. إذا تريدين هسه حطها على السباية مال السيارة وأوديها لأمك. سباية شنو؟ لا لا لا، تريد القنفة تتكسر؟ لا عيني، تجيب بيكب وتخلي القنفة وتوديها لأمي. يابا مو بيكب، أجيب لوري، بس قوم سوي لي الريوق أريد أطلع. إي صار راح أقوم أسوي لك ريوق. قنفة أمي، هذه شلون قنفة هي؟ الله يساعدك. هلا هلا ضمن. وينك تأخرت؟ جبت اللوري لك شو مال أخوك؟ لا. ليش؟ لأن محول المحرك مال اللوري إلى مولد مال كهرباء ومشغلة بالمنطقة. يغير تقول يا ضمن. زين دبر لي بيكب. أقول لك شو دبر لي بيكب، جيب اللوري. أدري شو تسوي بيهن؟ هنا عندي قنفة مال عمتي إليزابيث الثالثة، لازم أخذها من بيتنا أوديها لبيتهم بحي الصحة بالدورة. ليش هاي شغلة سهلة؟ هاي شغلة صعبة كلش. لأن القرارات تقول اللي عنده أثاث جديد يعبر السيطرة بوصل، أما إذا قديم فلازم يأخذ موافقات عمليات بغداد، وشغلة كلش صعبة. بشرفك وقت شقة هسه يا ضمد. عمي ليش ده الشقة؟ ده أقول لك صعبة صعبة، لا تتورط. يعني تحكي صدق؟ طبعاً. صباح الخير. صباح الخير عمي. وين القنفة؟ بالحديقة خليتها، لين غايب راح يوديها لأمي. صباح الخير عمو. صباح الخير عمو. يا الله، هي مو هدتها إنا، شنو منت بيها؟ لا بس احنا اشترينا تخم، بعد شنو نسوي بيها؟ عمو، أمك صاحبة فضل علينا، موقفها زينة، ودي لي إياها، احنا هم من القنفة ما نحتاجها، شنو نسوي بيها؟